وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المستشار عيسى العربي، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان. مساء الخير سعادة المستشار، وهل توضح لنا أبرز ما جاء في مضمون البيان الذي صدر اليوم عن مجموعة كبيرة من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان؟ أمس عليك على السادة المشاهدين. حقيقة هذا البيان يمثل يعني حركة مفصلية في إثبات حقيقة ملف حقوق الإنسان بالبحرين. نحن لدينا منظومة متكاملة نتباهى بها أمام الدول، إن كانت على مستوى التشريعات أو الممارسات أو السياسات. هذه المنظومة حقيقة العالم يعني يجلها والعالم يقدرها بشكل كبير، رغم أن هناك العديد من المنظمات التي سخرت نفسها لخدمة أجندات ودول يعني معادية ولها أقراض في استهداف أمننا واستقرارنا على مدى سنوات. نحن لا نريد أن يعني نجعل العملية فعل ورد فعل، لكن أردنا أن نثبت للعالم بهذا البيان أن ما لدينا من منظومة متكاملة في مجال حقوق الإنسان في البحرين هي ما تحظى بالإشادة الدولية، كما حظي ملف البحرين قبل 3 سنوات باعتراف دول العالم وحصوله على أعلى مستوى تصويت واختيارها لعضوية مجلس حقوق الإنسان. مملكة البحرين الراعي الأساسي لحقوق الإنسان فيها هو جلالة الملك، وهو ما يقنين حقيقة عن أي تشريعات أو عن أي معايير دولية أو عهود أو صكوك. الأبوة التي يعني يدير بها جلالة الملك حفظه الله ملف حقوق الإنسان، وهي علاقة الأب بأبنائه، هي ما تكفينا، هي ما تجعلنا يعني نستمتع ونحن ندير هذا الملف، إن كان على مستوى منظمات أو أفراد. لكن هذا الاعتراف من قبل منظمات المجتمع المدني في إن كان في بعض الدول العربية أو في الغالبية من دول أوروبا، هو ما يثبت ان يعني رساخة ملف حقوق الإنسان وتجذره على مدى 20 سنة، ومثل ما اوضحتها في مقدمة الخبر ان هذا الحراك المستمر والمتطور واللي يأتي في مبدأ مهم جدا، مبدأ الشراكة والتكاملية، هي يعني تجربة مهمة يجب ان نركز عليها. عملية بناء ومنظومة حقوق الإنسان في البحرين ليست منظومة يعني تنبع عن حاجة أو عن ضغوطات، لا، هي ما يعني هي عقيدة راسخة من القيادة تكاملت في الشعب بميثاق العمل الوطني واكتملت آثارها على مدى 20 سنة. نحن نعيش اليوم يعني إن كان في جائحة كوفيد، إذا أردنا نعيش يعني إحدى أفضل التجارب العالمية، مهم أن نبرزها، مهم على المجتمع المدني في البحرين أن يبرز ما لديه. نعم. وأن يقابل الحملات المسيئة التي تتعرض لها البحرين وتستهدف النيل من منجزات الحضارية والإنسانية. هذه مسؤولية علينا كلنا يجب أن نتصدى لها وأن نبرز ملف البحرين على حقيقته، وهذه هي الحقيقة معبرة عن هذه المنظمات. نعم سعادة المستشار عيسى العربي، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.